نرجع لأحوال الطقس وللتعرف على التطورات المناخية خلال الساعات القادمة، خاصة بالجنوب التونسي. ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الرزاق الرحال، مهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بك يا عبد الرزاق. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. إذا كنت تعطينا فكرة على الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، خاصة أنه شفنا عديد الجهات في الجنوب التونسي على غرار مدنين وتطاوين واللي صار فيها جراء فيضان الأودية وجراء تهاطل كميات كبيرة من الأمطار. فعلا، وكما كان متوقعا منذ نهاية الأسبوع الفارط تحديدا يوم الجمعة، سارع المعهد بإصدار بلاغ يتضمن توقعات لنزول أمطار محليا غزيرة خاصة بالجنوب وبعض مناطق الوسط تتجاوز 60 إلى 80 مليمتر، وفي بعض المناطق تجاوزت حتى 100 مليمتر بإخداش 155 مليمتر. بداية من اليوم ثم تقلص نسبي في هذه التقلبات الجوية، ما زالت الأمطار متوقعة لكن بارتفاع أقل، وما زالت تشمل أساسا مناطق الجنوب والمناطق الشرقية للبلاد، في انتظار أنه بداية من الغد يكون هذا التقلص واضح في هذه التقلبات الجوية مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية الشرقية. إذا الأمطار جات في وقتها وكانت بكميات محلية هامة، وصلت إلى 155 مليمتر بإخداش من ولاية مدنين، وكانت ما بين 30 و 40 مليمتر بولاية تطاوين. شكرا لك عبد الرزاق الرحال، المهندس الرئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.